تمنعهم الغربة من الاحتفال باليوم الوطني العراقي ليصنعوا منه يوما مميزا لاستذكار المناسبة العزيزة استقلال العراق ضمن احتفالية أقامتها الجالية برعاية السفارة. اليوم احتفلت الجالية العراقية بذكرى اليوم الوطني العراقي، هذه الذكرى التي حملت المعاني الكثيرة والعديدة التي انتقلت نقلة نوعية في تاريخ العراق السياسي. احتفالية جميلة ضمت الجالية العراقية، مجموعة من الجالية العراقية والأردنية في هذا الملتقى الجميل والملتقى الثقافي والفني، وإن شاء الله دائما العراق بخير وبسعادة ويرفل بالمحبة وفي العالي دائما إن شاء الله. نحن سعداء جدا في هذا الملتقى الوطني الكبير الذي يصادف بمناسبة العيد الوطني العراقي العراق الشقيق، العراق العظيم. نعم، لقد كان العراق وما زال وسيظل معينا تستمد الأمة قوتها منه. نعم، هذا العراق الكبير، العراق التاريخ، عراق الشموخ، نحن جدا سعداء في هذا اليوم، ونأمل من الله أن يكمل العراق مسيرته على خير، وإلى الأمام، إلى الأمام، العراق العظيم. أهازيج عراقية وأغاني حزينة ومفرحة جمعت العراقيين في غربتهم على نغمة الوطن الواحد عبر سيمفونية عشق عراقية القلب حميمية المشاعر. كل عام وشعبنا بألف خير، وكل عام وعراقنا العظيم بألف خير. طبعا احنا الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية يد بيد مع بلدنا ويد بيد مع شعبنا، وكل عام على هذه الأمسية الجميلة، ونبقى للنخاع وأبدا ودائما عراقيين. يعني اليوم الوطني للعراق هو يوم حقيقة يشرفنا، وهو فخر للعراقيين، وبنفس الوقت هو تعبير عن انتماء لحقيقة وقيمة الوطن وتاريخ الوطن. الاحتفاء الذي راعته السفارة العراقية في العاصمة الأردنية عمان كان بالتعاون مع ممثلية الجالية وجاليري صابونشي بطاقة عرفان بفضل العراق على أبنائه وإن كانوا في الغربة. هبة السوداني، العراقية العامة، عمان.